أهلا بكم، معكم نورس علي، ونستمر مع مشروعنا، مشروع نيكست جي اس ومشروع الداشبورد. بالفيديو الأول والثاني من هذا القسم من الفيديوهات نحن تطرقنا لأساسيات النيكست جي اس الجديدة، لأننا نستخدم الآن الإصدار الجديد والآب دايركتوري. فهذا القسم سنبدأ فعليا ببناء المشروع، والشيء الذي أريد بناؤه في هذا القسم هو هذا، صفحة الداشبورد التي من خلالها نريد أن نعرض المقالات، أو ربما نسميها لمحة عن المقالات التي لدينا، لأن مشروعنا هو إنشاء لوحة تتحكم بالمقالات، من حذف، من إنشاء، من تعديل، ومن حذف ومن إضافة. وبالتالي هنا سنعطي لمحة عامة عن المقالات التي لدينا، عددها، كم عدد المقالات المنشورة، كم عدد المقالات المسودة، مثل هذا الشيء. فإذا هذه اللوحة اليوم سنبنيها. لكن فعليا نحن إذا نظرت هنا ستجد أن فعليا ليس هذا هو مشروعنا، هذا هو مشروعنا، هذا مكان توقفنا المرة السابقة، وهذه هي ملفات المشروع. أين هي؟ إذا ها هي، فإذا لنراها، فإذا التري اب دايركتوري، سنجد أن لدينا بلوج، لدينا داشبورد، لدينا وهذه الأمور. أنا فعليا أريد حذف معظم هذه الأشياء والبدء مجددا بإنشاء الداشبورد التي نريد إنشائها. فبداية سأحذف البلوج، طبعا أنا بداية سأذهب للآب دايركتوري، فإذا هذا هو الآب دايركتوري، عفوا ها هو، هذه هي محتوياته. سأحذف البلوج من هنا، سأحذف الداشبورد من هنا، وسنبقى مع اللاي اوت وبيج. الآن سأذهب للاي اوت هنا، وهنا بداخل اللاي اوت فعليا سأقوم بوضع بداية الهيد في الأعلى، ليتم تطبيق الهيدر أو الناف بار لكل العناصر، لكل الصفحات. فسأضيف هنا ناف بار هنا، ولهذا الغرض علي أن أنشئ كومبوننت، سأقوم بإنشائها عفوا. إذا من هنا إذا ذهبنا إلى هنا سأنشئ كومبوننت، الآن سأنشئها، اسمها ناف ليست، وستكون من مجلد اسمه كومبوننت، سأنشئه الآن، وهذه هي الناب ليست. جيد، فالآن هنا في الآب دايركتوري هذه الملفات لدي، هنا سأنشئ مجلد اسمه كومبوننت، وسأضع فيه ملف اسمه ناب ليست.js. فإذا مرة أخرى سننظر بملفاتنا، فلدينا الآن بالآب دايركتوري لدينا كومبوننت، وبداخلها الناب ليست. فإذا هذا شيء جيد. فإذا هنا باللاي اوت هذا سيبقى نفسه، بخصوص الديف هنا سأقوم بمسحها، لا أحتاج ديف هنا فعليا، وبداخل البادي تاج نفسه سأضيف الناب ليست هكذا. جيد، وسأذهب للناب ليست فعليا. فإذا هذه هي الناب ليست، سأذهب إليها حتى أقوم فعليا بإنشائها. سنقوم بإنشاء كومبوننت عادية، كومبوننت يعني رياكت عادية ناب ليست، وسنعيد منها ريتيرن، سنعيد منها ناب هنا و يو ال هنا، وبداخلها ال اي، وهنا سنضيف لينك النكست جي اس. فبالتالي هنا سأقوم بجلبه، فإذا import link from next link، وهنا سنضيف ال href، فإذا هو سيكون سلاش عادية. هنا سنكتب كلمة داشبورد، هذه الـ li سأكررها هنا. هنا سنذهب إلى الـ articles، صفحة خاصة بالـ articles، وهنا سنكتب articles، وأيضا سأضيف الـ i أخرى، وسأكتب فيها البروفايل الشخصي. طبعا هذا كلها سيكون لديها فيديوهات منفصلة كيفية إنشاء صفحة، فإذا بروفايل واضح. فإذا هذه هي الناب. جيد، وهذا هو اللاي اوت. فاذا الان يفترض ان نرى تغيير في الصفحه هنا، هذا، فاذا يوجد لدينا ناف الان، وثم هذه بيج الروت الجذر يعني. طيب، فاذا جيد جدا، لا مشكله.
الأمور واضحة الآن، لكن أنا فعليا أريد أن أقوم بستايلينج للناب وأضيف الأشياء أيضا المناسبة، الملفات يعني هيكلية المشروع ككل. فبهذا المشروع نحتاج الملفات التالية. فإذا بداية أنا سأنشئ ملف اسمه data، بداخل هذا الداتا سأجلب بداخله سأضع بداخله المعلومات التي أريد عرضها على الصفحات التي هي الارتيكلز. فالارتيكلز أنا لدي ملف عن الارتيكلز سأقوم بنسخه. فإذا هنا لدينا ملف اسمه data، بداخل data سأنشئ ملف اسمه articles.js وسأضع بداخل الأشياء التي فعليا أنا يعني نسختها قبل قليل. والآن سأريكم هذا الملف ما هو. فإذا بكل بساطة هنا لدينا array من الارتيكلز، كل عنصر من الارتيكلز هو عبارة عن object، يوجد لدينا معرف الارتيكل هنا، يوجد لدينا title يعني عنوان الارتيكل، description عن الارتيكل، الكونتنت حاليا هو شيء يعني قصير، المؤلف، الكيوردز الخاصة بالارتيكل، التصنيف او الكاتيجوري، تاريخ الإنشاء وتاريخ التعديل على هذه الارتيكل. فإذا هذا نفكر بها حاليا. مبدئيا سنفكر بملف الديتا أو مجلد الديتا والارتيكلز نفكر به حاليا، هو الداتابيس الخاصة بنا بشكل مبسط جدا جدا جدا. فهذا مشروعنا سيعتمد على التركيز على كيفية التعامل مع الداتابيس بغض النظر ما هي، يعني الداتا كيفية التعامل مع الداتا بغض النظر على أي داتابيس تعمل. فبالنهاية يمكنك تحويل هذا ملف الارتيكلز لداتابيس بطريقه معينه او تنقله للداتابيس وتصل نيك جي اس مع الداتابيس. طبعا هذا موضوع مختلف ليس موضوعنا، لكن الهدف من هذا انشاء array بهذا الشكل لتبسيط الامور قدر المستطاع. طيب فاذا جميل جدا. الموضوع الثاني اريد طبعا لنال الملفات هذا، فاذا اريد انشاء مجلد اسمه assets. بداخل مجلد أسد سأضع فيه الستايلز التي أريد، ويمكن أيضا أن أسميه ستايلز. فإذا مبدئيا يمكن أن أسمي هذا الملف ستايلز أو هذا مجلد ستايلز، وبداخله يجب أن أضع فيه الريسيت سي اس اس، وأيضا يجب أن أضع فيه جلوبال سي اس اس. طبعا فكرة أن يجب أن لأغراض التنظيم وليس يعني أن هذا الشيء مفروض من قبل نيك جي اس. جلوبال دوت سي اس اس وفقط. طيب الآن لنذهب إلى style reset. بخصوص style reset، طبعا أنا نسخته كما اتفقنا، نحن ننسخه من أي مكان على الإنترنت. والهدف من reset style هو أن عندما ننظر لملف الملف هنا لدينا، نلاحظ هنا لدينا margin، لدينا padding هنا في الأعلى margin padding. فحسب المتصفح يتم إضافة هذه القيم، فلتوحيد الأمور في كافة المتصفحات وللذهاب لنقطة الصفر من الستايلات، فنحن نقوم بريسيت للستايل، فنجعل البادنج 0 لكل شيء، المارجن 0 لكل شيء، وثم نحن نقوم بإضافة الستايلات الخاصة بنا منعا لأي تضارب أو أي ستايل يظهر بالطريقة التي لا نريدها. فإذا الريسيت يعني هي ليست يعني كماليات وليست أشياء لجعل المواضيع أصعب، لكن هي شيء أساسي يجب أن تقوم به عندما تبدأ بستايل أي موقع يعني. فنحن هنا أضفنا الريسيت، تنسخها من الجيت هاب. بخصوص الجلوبال ستايلز جلوبال، فبداخل الستايلز جلوبال يمكن أن تضع الأشياء التي تريد تطبيقها بكل مكان. فمثلا أنا أريد مثلا تطبيق البادي أن يكون الدايركشن له RTL، والسبب نحن نعمل على موقع موقع يعني موقع RTL موقع عربي. وأضيف أريد إضافة line height لكل شيء مثلا 1.2 RAM. بالإضافة لذلك يمكن استخدام الروت كومبوننت التي من خلالها يمكن إضافة variable يمكن أن نستخدمها مثلا variable عن الستايلات أو هذا كهكذا حتى نقوم بتوحيد الستايلات بكل الموقع. مثلا نريد استخدام لون أزرق بشكل أساسي بكل الموقع، فنضع اللون الأزرق ضمن متغير، مثلا نكتب هكذا primary color ونضيف مثلا blue
بهذا الشكل. وأيضا أريد مثلا استخدام لون مثلا سكندري أن يكون مثلا أحمر، فأكتب بهذا الشكل. جيد، هذا اسمه CSS variable. طبعا أنا قمت بإضافة variable معينة أريد استخدامها خلال هذا المشروع بهذه الألوان، ألوان مبسطة تشبه ألوان بوتستراب، الذي استعمل بوتستراب يعرف. فإذا من ألوان البرايمري سكندري، هنا لدينا الدينجر، لدينا الوارنج التحذير، الانفو، واللايت كلر والدارك كلر، تشابه ألوان بوتستراب، ألوان جميلة نوعا ما. فإذا هذه هي بالنسبة للجلوبال. فإذا قمنا بإنشاء الجلوبالز، حتى فعليا نقوم بتطبيق هذه الستايلات فعلينا أن نطبقها أين؟ باللاي أوت، يعني باللاي أوت نكتب import styles من styles reset. فإذا نقوم بريست وثم نقوم بإضافة الجلوبال ستايلز حتى يتم تطبيقها بكل مكان. فإذا لنرى إذا فعلا هنالك مشكلة بهذا الموضوع. لاحظوا لا يوجد مشكلة، فعليا تم مباشرة تطبيق الريسيتنج، يعني الآن نجد أن الستايل ذهبت، وأيضا أصبحت من اليمين من اليسار من اليمين لليسار، وهذا الشيء لأننا موقعنا موقع عربي. الموضوع الثاني الذي أريد أن أقوم به هو أنني أريد إضافة بالنسبة لللاي أوت، أريد التغيير الخط حتى يصبح خط عربي أو خط جميل يعني بالنسبة للخطوط العربية. فبالتالي سنذهب إلى اللاي أوت من هنا. فإذا للتو قمت باستيراد خط اسمه كايرو من نيكست فونت جوجل. كون نحن نتعامل مع خطوط، يعني نتعامل عفوا كون نحن نتعامل مع نيكست بنسختها الأخيرة وإصدارها الأخير، فلا داعي أن نثبت أي شيء، هذا الشيء مثبت للتو. الموضوع الثاني، حتى أستخدم الخطوط بنيكست فعلي أن أقوم بإنشاء إنستانس من هذا الخط. فأنا سأقوم بإنشاء إنستانس منه وأكتب هكذا كايرو، ثم سأقوم بإضافة له عفوا سأقوم بإضافة له option. فسأضيف variable لهذا الخط حتى أستخدمه في أي مكان أريد بكل سهولة ك CSS. سنرى في المكان المناسب كيف سيتم استخدام ذلك. بالنسبة للsubset فنحن نريد النسخة العربية من هذا الخط، وأيضا بالنسبة للweight فنحن نريد هذا الخط بweight 200. لاحظوا أنا أكتب الweight 200، لا أكتبها رقم، أكتبها string، هذا شيء ضروري. فإذا 300 و500 و700 و800. طبعا كل خط له ويت مدعوم، يعني ربما تكتب هنا شيء. الآن مثلا سأكتب، دعوني أكتب هنا مثلا 900. علي أن أقوم فعليا بتمرير هذا الخط لللاي أوت. فأنا أريد تمرير هذا الخط للبادي تاج، وسأكتب class name كايرو دوت class name. جيد، فإذا ربما الآن يعطي خطأ. فإذا لم يعطي خطأ، لنرى الانسبكت إليمنت وكونسل هل هنالك أخطاء. فعليا حاليا لا يوجد أي خطأ. ربما لو كتبت هنا مثلا 100، فإذا أعطاني هذا الخطأ الذي توقعته. هنا يقول أن unknown weight 100، لأن لا يوجد خط اسمه 100. فإذا لا يوجد weight رقمه 100 بالنسبة لهذا بالنسبة لهذا الخط. فإذا كل خط له weight معين. لاحظوا 900 مدعومة كانت، أنا أعتقد أنها ليست مدعومة، لكن 1 ليست مدعومة. فإذا قمت بإعطاء weight غير موجود لهذا الخط الذي أنت تستخدمه سيعطيك خطأ. فبكل بساطة إصلاح الخطأ يكون بالطريقة التالية، هو أن تمسح الشيء الغير مدعوم. بسيط جدا يعني الموضوع. فإذا الآن سترى أن لا يوجد أي مشكلة وسيعود كل شيء بشكل جيد. فإذا نحن الآن قمنا بتمرير الخطوط بشكل جيد. الآن نريد إنشاء المسجز. فإذا نقوم بإنشاء المسجز. فإذا هنا مرة أخرى هذا الأب دايركتوري، هذا الشيء الذي يوجد به عفوا، هذا هو الشيء الموجود فيه حاليا. وإذا رأيت بهيكلية الملفات لديها هي الآن أريد إنشاء ملف اسمه مسجز، أو مجلد اسمه مسجز. وبداخل مسجز سأنشئ ملف اسمه مسجز مين أو كومن أو كومن أو أساسية main.js. جيد، فإذا هنا سأضع المسجات الرئيسية
الخاصة بهذا الأب دايركتوري. فإذا الآن الآن لدينا اللاي أوت، انتهينا منه، قمنا بإنشاء اللاي أوت وانتهينا منه. فإذا سأغلق موضوع اللاي أوت وسأذهب إلى كومبوننت الناب ليست وسأضيف لها الامبورت مسجز فروم مسجز مين، وهنا سنبدأ فعليا أيضا سأقوم بامبورت ستايلز فروم. طبعا هذه المسج يجب ان اختار مسار واحد لاعلى، وهنا مسار واحد لاعلى، ساذهب الى ستايل وانشئ موديول خاص لهذا الموضوع ساسميه نابلس موديول دوت سي اس اس. الان ساضيف الستايلات وساضيف المسجات لهذه الناب ليست. فاذا بدايه هذه الناب هنا لدينا كلاس نيم سنعطيها ستايلز دوت ناب، بالنسبه لهذه اليو ال سنعطيها ستايلز دوت أو هكذا ناب ليست. بالنسبة لهذه الـ AL سأعطيها class name styles ناب ليست item، وبالنسبة للـ link فسأعطيه class name style ناب ليست item link. هذه الـ LI أيضا سأطبقها هنا جيد، وأيضا هنا هذه الـ styles. أيضا بالنسبة للـ class name للـ link هذا أيضا سأضيف له class name هنا، وأيضا هذا سأضيف له class name هنا. الآن سيعطيني طبعا خطأ أن الـ styles غير معرفة لأنني لم أجلبها بعد، الآن سأقوم بإضافتها. بخصوص الـ messages هنا لدينا الـ dashboard، نريد أن نكتبها بالعربية الآن، سأكتب messages dashboard. طبعا هذا يجب أن يتم إحاطتها بـ curly brackets، وأيضا نفس هذا بالنسبة للـ articles. سيكون لدينا هنا articles، طبعاً سأمسح الفراغ الذي تم إضافته هنا. وبخصوص البروفايل هذا أيضا سأضيفه هنا profile. فإذن الآن علي أن أنشئ هذه المسجات بملف messages main، فسنذهب لهذا الملف سننشئ messages const messages يساوي كذا، وهنا سنكتب export default messages. هنا سنضيف الداشبورد، سنضيف articles، وسنضيف البروفايل. طيب الآن الداشبورد سنكتب لوحة التحكم، بالنسبة للمقالات سنكتب كل المقالات، وبالنسبة للبروفايل سنكتب الملف الشخصي. طبعا تم إضافة المسجز، لكن ماذا عن النابلس موديول؟ لم أقم بإضافته، فسأقوم بإنشاء ملف اسمه nables.module.css، ومن هنا سأضيف class الناب وسأجعلها background var primary color. فإذن الآن سنرى النتيجة على أرض الواقع. فإذن لاحظوا ها هي تمت بنجاح. طبعا كل المقالات لم يتم إنشائها بالكامل أو لم يتم كتابتها بالكامل، فدعوني أصححها. فإذن الآن نرى مجددا ها هي. أيضا بالنسبة للخط لم يتم فعليا هنا تنفيذ الخط. لماذا؟ أحيانا عندما تقومون ببعض التغييرات ولا تنجح معكم، فالسبب أحيانا أن عليكم أن تقومون بحذف ملف next الـ hidden file الذي يبدأ بنقطة. يعني إذا قمت أنا بالليست الـ hidden file هنا سأجد لدي ملف next بمشروع next، لدي ملف اسمه dot next. هذا هو الملف الذي يتم فيه بناء وكمبايل كل الملفات التي ننشئها حتى تظهر لنا على المتصفح. فبكل بساطة تقومون أنتم بحذف هذا next، وتقومون مرة أخرى بـ npm run dev لتشغيل السيرفر مجددا. ومجرد تقومون بذلك والتحديث هنا سيتم فعليا عرض الخطوط أو عرض التغيير الذي أنتم تتوقعون أنه موجود. طبعاً ممتاز. الآن الفكرة التي لدينا هي أن نريد أن نقوم بستايلينج للناب ليست. فإذا هنا لدينا الناب ليست أو الناب،
الرئيسية، نريد أن نقوم بستايلينج لها ثم ننتقل لشيء آخر. فلدينا هنا نابلس التي هي عبارة عن UL، سأجعل العناصر فيها Display Flex، وأريد أيضا أن العناصر تقوم بيتم يعني توسيطها بشكل vertical، بشكل أفق، بشكل عمودي، وأيضا توسيطها بشكل أفقي من خلال Justify Content. إذن ها هي Center. إذن الآن لو نظرنا إلى هنا ستجد أن هذه الصفحة هي، إذن ها هي بالآلة كيف تظهر. والآن أخذ هذا من هنا حتى الصفحة تكون أوضح لدينا جيد. أيضا بالنسبة للناب ليست آيتم التي هي عبارة عن الـ LI، سأضيف لها بعض من البادينج 1 رم، والآن سأضيف لها هوفر فعليا أو هوفر عفوا هوفر، أنا دائما أقول هوفر لا أعرف لماذا، دائما هي هوفر، فلن أضيف الهوفر للناب ليست، ربما سأضيف الهوفر هنا الآن سنرى. فإذا دعونا نقوم بالناب ليست، طبعا هنا هذه الناب ليست آيتم، فإذا هنا الناب ليست آيتم لينك سنجعل الكلر الخاص بها وايت، وعندما يتم هوفر حول اللينك هنا فنريد تغيير الباك جراوند لي فعليا، تعرفون ماذا، نحن لا نريد الهوفر على اللينك، نريد الهوفر على الايتم ككل. فبالتالي هنا عندما يتم الهوفر حول الليست ايتم ناب ليست ايتم، فانا اريد تغيير اللون الباك جراوند لسكندري كلر الذي وضعته بالجلوبالز. اذا هذه الهوفر تابعه للايتم، وبالتالي ساجعل الترانزيشن سموث باضافه هنا transition، يعني أجعل الانتقال ما بين حالة الهوفر والحالة العادية يأخذ 1 سكند، 1 ثانية. فنلاحظ الآن، ها هو لاحظوا الآن كيف يتم الانتقال بينها، يعني هو انتقال فعلا يأخذ يعني تقريبا ثانية حتى يتغير اللون. فإذا ها هي، فإذا ممتاز، قمنا بإنشاء هذه اللوحة أو هذه الناب ليست. الآن فعليا نريد أن نقوم بتصميم هذه اللوحة التي لدينا هنا، واللاي اوت تم إنشاؤه. الآن يجب أن نضيف البيج، أن نذهب للبيج. فإذا الآن مرة أخرى لو أردنا عرض المحتويات التي لدينا، ها هي أنا أريد هنا هذه البيج الرئيسية، أريد تغيير المحتوى الصفحة الرئيسية بالداشبورد التي لدي، فسأذهب إلى بيج هنا، ومن بيج طبعا لدينا هنا export default صحيح، هنا سنضيف header، لكن بهذا الهيدر فعليا دعوني بداية أن أقوم بإضافة الستايلز. فإذا الستايل from المسار نفسه styles، وثم سنذهب إلى سأضيف dashboard style module.css، هذا فقط خاص بالداشبورد. فالهيدر الذي لدينا سنضيف له class name هنا اسمه styles header، وبداخله سنضيف h1، ونضيف فعليا message بداخله هنا messages مثلا welcome، والmessages سأضيفها من ملف المسجز أيضا الموجود بالمسار نفسه وهو الملف الرئيسي. فإذن الآن سأضيف welcome بعد قليل. طبعا بعد الانتهاء من الهيدر هنا سأضيف dev أخرى سيكون فيها الكونتنت فعليا، فهنا سأضيف class name styles content، وبداخل الكونتنت هنا سأضيف هنا class name styles cards، لأنني سأضيف cards يعني تعطينا لمحة عن لوحة التحكم والأشياء الموجودة فيها، وهنا سأضيف الكارد التي أريد. فإذا بداية سأضيف هنا dev، سأقول فيها مثلا overview، الآن سأغيرها بالتدريج، وسأضيف هنا recent articles، وأيضا سأضيف important links. جيد. بخصوص المسجز هنا، فأنا أريد فعليا أن أقوم بإضافتها message welcome. فإذا هنا سأضيف message welcome التي سيكون فيها أهلا بك باللوحة، بلوحة التحكم. جيد. فإذا هذه هي. أما بخصوص الداشبورد موديول لم أقم بإنشائه، فالآن سأنشئه. فإذا style dashboard.module.css، وهنا سنضيف بداخله
سنضيف الهيدر، لدينا كلاس هيدر، وسنجعل له الباك جراوند لون السكندري الذي هو تقريبا لون قاتم، وسنضيف كلر وايت والبادينج 1 رم. إذا الآن لنرى النتيجة على أرض الواقع. إذا هنالك مشكلة، يقول هنالك خطأ. أين هذا الخطأ؟ في ملف الداشبورد، فربما أنا أضفت شيء. نعم هنا هذا غير صحيحة ونقطة. إذا الآن لنرى، فإذا ها هو، فإذا أهلا بك في لوحة التحكم، هذه المسج وهذه هي الكونتنت وهذا هو ال يعني الكارت. بخصوص الكونتنت هنا سأضيف له color أو باك جراوند، أجعله 404 عفوا ليس 404 F4 F4 F4. بالنسبة للكارد سأضيف لها بادينج 1 رم فقط حاليا، هذا الشيء الذي سنقوم به. فإذا هذا هو، فإذا هذه هي لوحة التحكم. الآن نريد أن نضيف الأوفر فيو، وكل واحدة من هذه نريد إنشائها. فإذا لنبدأ، فإذا سنذهب إلى هنا هذه الصفحة، صفحة البيج، وبالنهاية سأقوم بإنشاء overview card. يعني هي component أريد استخدامها، يعني هي component أريد استخدامها هنا في نفس الصفحة، فلن أضعها بمجرد components. يمكن أن أفكر أن أضعها بمجرد components لاحقا، لكن حاليا الآن سأبقيها هنا. فإذا الآن بداية، طبعا بداية يجب أن نقوم ب return، وهنا لدينا dev، وهنا سنضيف class name و styles card، وسنضيف h2 هنا لدينا class name سيكون لها الذي هو card title card title جيد، الذي سنجلبه من المسج. أيضا سنضيف overview، كلمة overview يعني لمحة أو ملخص. بعد الانتهاء من ال h2 سنضيف dev، سنعطيها class name card body، وبالداخل الكارد body سنضيف paragraph هنا وسنعطيه class card item، وبالداخل الكارد item سنضيف span هنا وأيضا span أخرى. هذه ال span سنعطيها class name style card item key، وهنا سنضيف messages total articles. الآن سأريكم كيف ذلك. والإسبان الأخرى سنعطيها class name styles card item value، وسنعطيها مثلا رقم 50 على سبيل المثال. وسنكرر هذه الكارد item التي لدينا، التي عبارة عن paragraph tag، سنكررها هنا، لكن هنا مرة ثانية سنكتب اسأل messages، هي ستكون published article جيد، والفاليو مثلا دعونا نقول 30، وأيضا سأكررها مجددا، وهنا المسج ستكون هي عبارة عن الدرافت أو المسودات، وستكون القيمة هنا 20. سنذهب مباشرة للمسجز هنا ونقوم بإضافة هذا. فإذا بداية لدينا الأوفرفيو، فإذا سنكتب هنا لمحة سريعة، لدينا total articles، لدينا published articles، ولدينا draft articles. إذا الآن total articles عدد المقالات الكلي، published article عدد المقالات المنشورة، والدرافت ستكون المسودات أو عدد المسودات حتى نكون يعني أوضح، عدد المسودات جيد. فإذا هذا هي، لنرى كيف يبدو الموضوع على أرض الواقع. فإذا الـ overview طبعا لا يظهر أي شيء، والسبب واضح وبسيط جدا، أن يجب أن أضيف الـ overview هنا بداخل الكارت. فإذا هنا سأكتب overview بهذا الشكل، طبعا هي overview card اسمها card. فإذا الآن ترون النتيجة. إذا لدينا لمحة سريعة، المقالات 50، هذه 30، وعد مقالات 20. ربما هذه المسج كتبتها بشكل خاطئ، فإذا لنصححها، لا مشكلة. فإذا الكي الثاني هو الـ articles، فإذا نسيت حرف الياء. فإذا الآن سترونها ظهرت، عدد المقالات المنشورة، وهذا طبعا هذه الكارت أريد أن أقوم بستايلينج لها، ثم نقوم بإنشاء باقي الكارت. إذا الستايلات ستكون موجودة بملف الداشبورد، هذا الملف
بالتالي هنا سأكتب تعليق card styling، مجرد تعليق، وهنا سنبدأ ب card. الكارد سأجعل لها مارجن one top وعلى الجوانب auto. سأضيف لها box shadow حتى أعطيها يعني نوعا ما أنها تكون فوق الصفحة. الآن ستروا ماذا أقصد، أعطيها بعد ثالث. وأيضا هنا الباك جراوند سنجعلها white، وسنضيف border radius، لكن هذا border radius سنجعله 0 من جهة أعلى يسار، 0 من جهة أعلى يمين، وعشرة بيكسل من الجوانب السفلية، فإذا 10 بيكسل. جيد، فإذا الآن سنرى النتيجة. فإذا هذه هي النتيجة، هذه هي الكارد. لاحظوا لونها أبيض نوعا ما، هنالك بعض من البوكس شادو ما يجعلها أنها يعني فوق الكونتينر، وبالتالي هي نوعا ما لديها بعد إضافي في الصفحة، ليست هي مجرد يعني لسنا فقط نتعامل مع X و Y، أيضا يمكن أن نعطي إحساس أن هنالك يوجد Z، أن العنصر بعيد عن الصفحة أو داخل في الصفحة من خلال خاصية البوكس شادو. فإذن الآن بالنسبة لكارد تايتل، بالنسبة لكارد تايتل سنضيف له باك جراوند برايمري كولر، وسنجعل التكست سنتر، وسنجعل الكولر وايت. فإذن الآن لاحظوا بهذا الشكل. جيد، فإذن الآن للكارد ايتم دعوني أقوم بهذا الشكل، أن نقرأ بهذا الشكل، ما رأيكم؟ هكذا أوضح، ما رأيكم؟ فإذا بخصوص الآن الكارد ايتم سنجعل لها max width 60% بهذا الشكل، وسنجعل لها المارجن top bottom 5 من العشرة من الريم وأوتو على الجوانب. سنضيف لها بعض من البادينج. هذه الايتم، الايتم هي هذا، كل واحدة من هذا هكذا، هذه ايتم. ونريد أن نجعلها display flex، وjustify content ستكون space between، و لترانزيشن all 1 second is n. وعندما نقوم بهوفر على هذه الايتم فنريد ان نغير اللون ليكون secondary color، ايضا سنريد اضافة لون ابيض، والكيرسر يكون كروس هير. فاذن الان لنرى النتيجة، لاحظوا ظهرت بهذا الشكل الجميل، ممتاز جدا. فاذن هذه تبدو بشكل جيد. بالنسبة للتايتل أنا أشعر أن لابد أن نضيف نوع من البادينج، لا أعرف، هكذا أفكر أن نضيف بادينج ربما قليل جدا بهذا الشكل. نعم هكذا أوضح، فإذا ممتاز. فإذا هذه هي الكارد التي لدينا. الآن سنقوم ببناء الـ Recent Articles. فبكل بساطة سنذهب إلى البيج التي لدينا هنا. إذن الآن سأجعلها كبيرة هكذا، وسأقوم أيضا بإنتاج هنا Const جديد أو Component جديدة سأسميها Recent Articles. وهذه الـ Component فعليا ستأخذ الـ Articles، سيتم تزويدها بالـ Articles، وسأريتيرن هنا dev، وبداخل هذه الdev لدينا هنا class name styles card، وسيكون لدينا هنا أيضا h2 بclass name styles card title التي ستكون في حالتنا عبارة عن messages recent article، سنضيفها بعد قليل. أيضا سيكون لدينا هنا dev بclass name styles content، وهنا سنضيف فعليا li. هذه li سيكون فيها، او قبل li فعليا سنضيف هنا ul، وهذه ul ستأخذ لدينا class name هنا الذي هو عبارة عن style card list. جيد، وهنا بهذه li ستأخذ class name styles card list item، و بداخل الـ i سنضيف link الذي سيكون هو عبارة عن href، حاليا دعونا نقول slash، وسيكون هنا لدينا article title هكذا. طبعا اللينك لم نقم باستيراده هنا، فبالأعلى سأقوم باستيراد import link ف
from next link. وهل مللتم من الدرس؟ هل مللتم من الدرس؟ ربما أصبح الآن درس طويل، أو ربما فصلت الدرس السابق عن هذا الدرس. لا أعرف كيف سيتم التعديل على الفيديوهات وكيف سأقوم بعرض هذه الدروس. ربما سيتم عرض الدرس السابق مع هذا الدرس بفيديو واحد، وبالتالي هذا الدرس سيكون طويل بالنسبة لك. فهنا لدينا هذه الـ LI، جيد، لكن نحن فعليا نريد أن نعرض الـ Articles. فإذا كانت الـ Articles معرفة أو موجودة، فنحن نريد أن نقوم بعرضها هنا بماب فانكشن. هنا سنكتب return وسنقوم بريتيرن هذه ال li. سنضيف بالتأكيد key الذي سيكون عبارة عن الindex، وهنا بدلا من article هنا سنكتب article.title. وبالنسبة لللينك هنا، طبعا هي هنا لدينا article، دعوني أسميها article هنا حتى يكون الموضوع أوضح. وبالنسبة للhref هنا سيكون لدينا هنا صفحة للarticles، وبعدها سيكون لدينا article.id، جيد؟ إذن هذه هي الارتيكلز التي لدينا، لكن بعد الانتهاء من هذه الـ UL سنضيف لينك آخر هنا. سنضيف له class name, styles, button هنا، وسنضيف له هنا message سنقول فيها أن view all articles. إذن view all articles، وهنا هذه اللينك يجب أن يكون لها href، فسنجعلها articles، هذا هو اللينك، جيد؟ فإذن بالنسبة للمسجز الآن أصبح لدينا مسج اسمها view all article، ولدينا مسج recent article، فلنضيفها. فإذن هنا سنضيف recent article التي ستكون هي المقالات الأخيرة أو الحديثة أو أحدث المقالات. إذن أحدث المقالات، وهنا لدينا view all articles التي ستكون في حالتنا هي عرض كل المقالات، جيد. وهذه الـ A طبعا ستكون بهذا الشكل. إذن لنرى النتيجة فعليا. إذن النتيجة هنا لدينا recent article مجددا نفس الخطأ السابق على فكرة، والذي هو أنني لم أستخدم هذه recent articles، فعلي أن أضعها هنا بدلا من recent article. هنا أكتب هنا recent articles، وعلي أن أزودها بالـ Articles. فإذن مبدئيا الـ Article هي Empty Array، وفعليا من أين سنجلب الـ Article؟ فبداية الدرس نحن قمنا فعليا بإنتاج ملف اسمه Data، أو ملف اسمه ماذا اسمه؟ اسمه Articles بData. فإذا قمت أنا بجلب Articles from Data Articles بهذا الشكل، فيمكن أن أقوم بتزويدها هنا. لكن إذا قمت بتزويدها نفسها، دعني أزودها نفسها articles، لكن أنا أريد الـ recent article وليس كل الـ article. وبالتالي هنا يمكن أن أكتب هنا const recent articles يساوي articles. فإذا بداية أنا أريد أن أقوم بترتيبها، لأنني أريد الـ articles الأحدث، فسأستخدم sort. الـ articles هي عبارة عن array، سأستخدم sort باستخدام هذا الفانكشن السريع جدا الذي نحن سنقوم بالمقارنة حسب الابديت ديت. إذن حسب الابديت ديت سنقارن بهذا الشكل، طبعا هنا ديت وليس ديتا، ديت. وهنا نفس القصة، إذن new date a.update date. طبعا هذه الطريقة لمقارنة بالتاريخ او الترتيب حسب التاريخ. وبعد ذلك نحن سنقوم ب splice او splice التي تستخدم لاخذ جزء من الاري. فنحن فعليا نريد بعد الترتيب من الاحدث الاقدم، نريد احدث المقالات التي هي اخر خمس مقالات. فاذا هنا بالتالي بدلا من article نعرضها بهذا الشكل، سنعرض recent articles. اذا سيتم تزويد recent articles، يعني خمسة articles. فالنتيجة لاحظوا احدث المقالات هنا، وهنا يوجد على فكرة زر اسمه عرض كل المقالات، ها هو، ولدينا هذه المقالات. وفعلا لاحظوا الhref الخاص بها صحيح، إذا نظرتم في أسفل يسار الشاشة فلاحظوا، جيد. فإذا الآن أريد فقط إضافة بعض الستايلات لهذه وثم نكمل. فكوننا نتعامل مع الستايل يمكن أن نغير الشاشة بهذا الشكل. إذا لدينا هنا card list، فإذا يمكن أن نقوم بستايلينج لها هنا card list. فليست ستايل
سنجعلها الديسك وسنضيف بعضنا المارجن لنرى كيف تبدو. لاحظ ظهرت بهذا الشكل، جيد جدا. بخصوص الكارد ليست لينك، طبعا انا عندما اقوم انا بهوفر حولها لن يحدث شيء، لكن انا اريد ان يتم هنالك، يكون هنالك text decoration، يكون underline، وهنا عفوا هنا يوجد نقطة هكذا. إذا الآن عندما أقوم بهوفر يفترض أن أجد لينك هنا، طبعا لأنه بكل بساطة card list hover، طبعا هي ليست card list link، هي card list item link. إذا لنعود حتى نتأكد بخصوص ال recent articles، فاللينك نحن هنا لم نقم بإضافة هنا، لاحظوا لم نضف هنا class name، فكيف نصل لهذا؟ يمكننا إضافة class name أو يمكننا كتابة شيء آخر، دعوني أريكم. أن أكتب هنا card list item ومن هنا أختار الـ A tag بعدها hover، فإذا الآن يفترض أن يعمل، وبالفعل عمل، أصبح والفعل تم بنجاح، لأن نجد style أدنى أو خط أدنى. الآن بخصوص هذا الزر الذي اسمه عرض المقالات، ففعليا أنا أريد أن أقوم بستايلينج له، قمت بإعطائه ستايل اسمه button، وهنا سأكتب display inline block، جيد. background سنعطيها dark background، وبالنسبة للcolor سيكون white، سنضيف له margin 1 gram auto على الجوانب. padding، بعد من البادينج سأعطيه شكل مستطيل، نصف رم، 8 رم، يعني 8 من 10 أقصد. وبعدنا البوردر راديوس وترانزيشن لجعل الانتقال بحالة الهوفر سريع جدا. وهنا ثم سنكتب بوتن هوفر، سأضيف فقط أوباسيتي بهذا الشكل. فإذا لنرى النتيجة، فإذا لاحظوا، فإذا لاحظوا، فإذا هذا هو الزر وهذه هي يعني المقالات. فإذا الآن سنقوم بإنشاء الكارد الأخيرة التي لدينا والتي هي اسمها important links. سأقوم بنسخ هذا الـ overview card وأقوم بلصقها هنا هكذا. سأسميها الآن important links card important links card، وهنا سأقوم بجلبها ببساطة قبل كل شيء important links card، سأجلبها من هنا وهنا سأبدأ بالتعديل عليها. فإذا هي card title نفس الشيء، بالنسبة لاسمها سيكون important links أو روابط هامة. لدينا card body نفسه، لكن بالنسبة لل paragraph tag هنا سأقوم بحذفها، وبداخل الكارد سأقوم بإضافة div أخرى وسأعطيها class name styles card buttons هكذا. وبداخلها سأضيف link، هذا link سيأخذ class name styles card button، وهنا سأعطيه message التي هي create new article. وهنا باللينك سيكون لدينا هنا href خاص الذي هو articles new. أيضا سأضيف link آخر نفس الطريقة، هذا link سيكون عبارة عن مثلا البحث عن الارتيكل، مثلا articles search، وهنا سنسميه search articles مثلا. فإذا الآن سأقوم بإضافة هذه المسجز create new articles و search articles و important links هنا. فهنا سنضيف important links روابط هامة، وأيضا سنضيف هنا create new articles إضافة مقالات جديدة، وأيضا search articles البحث عن المقالات. فإذا كيف فعليا سيبدو ذلك؟ فإذا لنرى، فإذا هذه هي روابط هامة، البحث عن المقالات، create new article لم تظهر، create new articles هكذا أنا أسميتها، ماذا أسميتها هنا؟ create new article هنا articles. فإذا لنرى النتيجة، فإذا هنا إضافة مقالات جديدة والبحث عن مقالات. فإذا الآن فقط أنا أريد أن أقوم بستايلينج لهذا، فبالنهاية هنا سنضيف ستايل اسمه
كارد بوتن، فسنجعله ديسبلاي مثلا بلوك، باك جراوند نضيف له لون مثلا لون أخضر، نضيف كلر وايت، المارجن اوتو نصف رم على الجوانب، وبادينج مثلا بعضنا البادينج، بوردر راديوس 10 بكسل، و تكست الاين سنتر. بالنسبة للهوفر لهذا البتن، فذا كارد بتن هوفر، سنضيف بعضنا الاوباسيتي فقط. فإذا الآن لو عدنا إلى لنرى النتيجة، فإذا لاحظوا ظهرت معنا بهذا الشكل إضافة مقالات، بحث عن مقالات. ربما أن لو كتبنا مثلا هنا display inline block يبدو أفضل. إذا لنرى النتيجة، إذا بهذا الشكل، وربما لو أضفنا بعضنا المارجن وبعضنا الترانزيشن حتى لا يذهب يعني دعوني أذهب ترانزيشن حتى اللون لا يظهر فجأة، يأخذ وقته لمدة ثانية. وأيضا أريد المارجن أن يكون مثلا نصف رم من كل الاتجاهات. فإذا الآن لاحظوا ظهرت بهذا الشكل، إذا جيد جدا. طب هذا التصميم الذي أنا صممته الآن اسمه موبايل فيرست أو موبايل فيرست، بمعنى آخر أنني أنا أقوم حاليا بماذا بالتصميم حسب الهاتف الشاشات الصغيرة. فنلاحظوا هذا التصميم حسب الشاشات الصغيرة ممتاز رائع جدا لا مشكلة به، لكن عندما أذهب للشاشات الكبيرة لاحظوا يظهر معي هكذا، لا أريد ذلك. مثلا أريد هذه الكاردز أن تظهر بجانب بعضها البعض. فيمكن أن أقوم بشيء هو أن أذهب للكاردز كونتينر هنا وأكتب مثلا display flex، جيد، فكيف ستظهر؟ فإذا لاحظوا ظهرت بهذا الشكل، يعني شكلها أفضل من ما قبل. وإذا قمت بتصغير الشاشة هكذا، جيد، أو هكذا، فإذا تصبح بالنهاية عند الموبايل فيرست بهذا الشكل، لا ليست صحيح. لماذا؟ لأن بكل بساطة يجب أن أضيف ميديا كويري، فلنقم بإضافة ميديا كويري. فهنا لن أضيف display flex، هنا سأضيفها بميديا كويري. فإذا هنا media screen و and mend width، فإذا للشاشات الكبيرة سأضيف style مخصص. فهذه الكارت سأخذها من هنا هكذا وأضعها هنا، سأحذف طبعا هذا، ومن الشاشات الصغيرة سأحذف display flex. طيب فإذا الآن هكذا هي تظهر الشاشات الكبيرة، لاحظوا فليكس. الشاشات الصغيرة فورا ستتحول لبلوك، لديسبلاي بلوك، ستصبح فوق بعضها البعض بهذا الشكل، وهذا شيء جيد. ممكن أن أغير أكثر من هنا مثلا، أكثر كيف تظهر هذه الأزرار المهمة، أو ربما هذه لا تظهر بشكل جيد، يمكن أن أغيرها بنفس الطريقة من خلال إضافة هنا card item media query لcard item. فإذا أخذت هذه media query وذهبت للcard item، أين هي الcard item؟ أدناها، طبعا هذا لأغراض تنظيمية أنا أكتب أدناها. بعض الأشخاص يكتب في نهاية الملف، يضيف الميديا كويري في نهاية الملف، أو في نهاية الملف، هو الصحيح في نهاية الملف، لكن أنا فعليا يعني هذه طريقة أخرى أن تضيف الميديا كويري أدنى الشيء الذي فعلا تريد إضافة له ميديا كويري، هذا لأغراض تنظيمية. وأنا أفضل هذه الطريقة، أن كتبت كارد آيتم الميديا كويري لها سأجعلها أدناها هنا. فإذا هنا للشاشات الكبيرة سأضيف card item وسأضيف لها max width 100%، جيد؟ لاحظوا، فإذا الآن أخذت كل الصفحة، فإذا أصبح شكلها أفضل الآن بهذا الشكل، جيد؟ يمكن أيضا أن أقوم بمسح المارجن منها، فإذا margin 0 بهذا الشكل، يعني يكون يعني أفضل نوعا ما. إذا أردت مثلا يمكن أن بدلا من cards أن تكون display flex أن أقول display red. إذا أين هي الكارد؟ إذا ها هي بالميديا كويري، أكتب display red و grid template columns ستكون repeat 3 مرات ل one fraction. إذا ستظهر الآن بهذا الشكل وفقط، أعتقد هكذا كافي بهذا الخصوص. وإذا فتحت هنا، إذا لاحظوا عندما تكبر بهذا الشكل تكبر الشاشة، عرض الشاشة
ستصبح display flex. طبعا هنالك أخطاء، هنا سأقوم بالتحديث لأرى هل هنالك فعلا أخطاء. فإذا هذا الخطأ أن الفيفوريت ايكون غير موجودة، لا مشكلة، هذا ليس خطأ فعلي. فإلى هنا تقريبا انتهينا من درس اليوم، أتمنى أنكم فعليا استفدتم، كان درس طويل نوعا ما، لكن انتهينا من موضوع مهم هو بناء هذه الكارد. بالدروس القادمة بالتأكيد سنبني الصفحات الأخرى مثل كل المقالات، أضف مقالة وهذه الأمور. فإذا أتمنى لكم رحلة تعلم مشوقة وممتعة، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.